كنت ذكرتي كاترين انه يعني عم بتصلي انه الرب يعطيك شوية عمر حتى تشوفي وتفرحي بأولادك، وطبعا احنا بهذا الدور احنا عم نصلي معك ومنصلي من اجلك، لانه انت بالبداية ذكرتي كلمة كتير كتير حلوة انه الكلمة الاخيرة للرب، مع انه الله بيستخدم الطب وبيستخدم كل الوسائل، لكن أكيد. من ناحية تانية أنا عاوز يعني امبارح كنت بتكلم مع أخت من خلفية إسلامية من مصر، وآمنت بالمسيح ومن خلال إيمانها الرب شفى بنتها من مرض السرطان، طبعا بتأييد الأطباء اللي فعلا قالوا إنه هاي معجزة، وبنتها شفيت بالكامل شفيت بالتمام. هل أمين. لما بتسمعي هذا الكلام شو الإحساس اللي بدور في داخلك؟ ليش مش أنا مثلا؟ لا حقيقي أنا بعرف إنه الرب قادر يشفي، ومتأكد وعندي ثقة إذا أراد في كلمة منه ببرق جسدي من كل الأورام الموجودة فيه. بس أنا بآمن إنه لكل شخص فينا في خطة محددة، يعني أنا خطة الله لإلي مش زي خطة شخص تاني، عشان هيك إرادة الله الشفاء للجميع، للجميع هاي 100%. الله مرات له طرق خاصة، بعدين الله بقول صنع الكل حسنا في وقته، فأنا يمكن وقتي ما أجى للشفاء، ممكن ما بعرف. يعني بصراحة إحنا بشر، اللي بقول لك أنا بعرف كيف الله بده يتصرف الخطوة الجاي بيكون في مشكلة، إحنا ما بنعرف كيف الله بده يتصرف، يعني هو الله. عشان هيك خطة هاي البنت إنه الله يشفيها، هللويا مبارك اسمه، هو قادر وبشفي، وأنا بسمع عن حالات شفاء في كل أنحاء العالم، وشايفة قدامي كتير شفيهم من السرطان. بقولش ليش مش أنا، ولا مرة شعرت إنه لا ليش طب تشفي ناس وأنا لا.